مرحبا، أنا محمد قاسم، واليوم حنفوت على متحف البتراء. حنزور هذا المتحف الموجود في مدينة البتراء ونشوفه ونتعرف عليه ونتعرف على المحتويات تحت هذا المتحف. تابعونا ولا تنسونا من الاشتراك في القناة. هنا قنوات المياه، كيف كانوا يوصلوا قنوات المياه؟ نقلت مياه البتراء من ينابيع الشراء بداية بواسطة القنوات المحفورة بالصخر مع القرن الأول قبل الميلاد. هذا كله ينابيع من صنع الأنباط. خطيرين يا أخي، خطيرين. هون تمثال نصف ضخم لدي الشرى، كبير معبودات الأنباط، واعتبر سيد جبال الشرى المحتضن لمدينة البتراء في جنوب الأردن. يعني يا أخوان، مش بس المصريين عندهم أبو الهول، عندنا شيء طيب كويس، شيء طيب، متحف جدا رائع. خلينا نشوف هون، هاي لمس الشاشة، نشوف هون تضاريس منطقة البتراء. ندخل أشهر مرتفعات جبال الشراء، التنوع الطبيعي المدهش. الجيولوجيا والبنية التكنولوجية، صدع وادي الأردن ظاهرة نسبية من الناحية الجيولوجية، يتكون منذ 23.8 إلى 5.3 مليون سنة. يا الله إخوان، لازم الكل يجي حتى يشوف صراحة المتحف، متعوب عليه، رائع جدا. هنا مجموعة من الأحجار، هنا مفصل الباب مثلا، هنا عم نطلع على مفصل الباب، خنجر الشاب كان يقاتل بخناجر صوان. ايضا هون الصحون الجيرية، كانت شباب تاكل والله ما شاء الله عليها اكيلة. عقب من العصر الحجري، ما قبل الفخاري، ما شاء الله. هون ايش؟ الاساور الحجرية. يا اخوان والله التاريخ جميل صدقا، هذا الشعب جميل منهم اللي عاملين هذا المتحف.
ومنحة من دولة اليابان مشكورة على هذا المتحف. تعاون مع مدينة البتراء. طلع مجموعة الحليب. والله كان عندهم ذهب الشباب الطيب. ها في كل زاوية يا اخوان في جهاز بيحكي لكم عن التاريخ. عبارة عن 5 قاعات. الان احنا في القاعة الخامسة. هنا اتوقع تماثيل. تماثيل. ها بس ولا تستر. هاي نبطة صغيرة اخوان. ركائز الاوعية المجنحة. هي كان عنده باتمان طيب. والله شيء طيب هذا. داتا شو ضخمة. حبيت. تعال نطلع يا اخوان. تعرض عن التاريخ. طريقة جميلة جدا جدا جدا. وبنحكي فيش تكنولوجيا. لا هاي موجود. لكن احنا اللي ما بنشوف هذا الاشي. هاي القاعة الثانية. هاي القاعة الثانية من متحف البتراء. هاي بتحتوي على تماثيل قديمة. ندخل على القاعة التي تليها. خلينا نشوف شو فيها. هاي القاعة. هنا ذروة حضارة الأنباط. هاي بتحكي عن ذروة الحضارة للأنباط. ايه كانوا يصلوا الشباب ولا شو؟ شو بالنسبة؟ لا بارك الله فيهم. ايضا في ذات شو ضخمة تعرض عن ذروة الحضارة بشكل كامل. يا اخوان طب يعني مثلا لازم يكون في وعي اكثر. لازم هذا الشيء ينتشر. الاراضي الفسيفسائيه. هون عم بيحكوا على الاراضي الفسيفسائيه. وهي فعليا جزء من الاراضي الفسيفسائيه اللي هم يعملوها. والله كانت فسفسوا الشباب. بيحكوا الاسرج الفخاريه. حبيت. يعني هون كانوا بس النسوان تيجي تجهز يجوا يشتروا من هون شكلهن. ادوات المطبخ. ايش في هون؟ فكت مغزل. تمتاز فلكيات المغزل بشكلها المستدير الذي يتوسطه الثقب لادخال عصا المغزل وهي تعمل على تسريع وتثبيت حركه دوران المغزل. رائع. عاملين مجسم. هون عم بيحكوا قاعدين على غرفة الاستقبال الشتوية لقصر الزنطور النبطي. ايه والله كان وضع لوز هذا. هنا بنحكي عن قصر الحمام الملكي. الأدوات الخاصة في قصر الحمام الملكي. لقينا يا اخوان اول نقش نبطي. هنا بيحكوا عن نقش نبطي اي بداية الاسطر في هذا النقش. ويقرأ ما يختكر هذا الموضوع. ما شاء الله. هذا اللي بدي اقرأ لكم اياه. انا بعطيكم هسه خربطات من عندي. تعويذة هاي. هذا فك السحر النبطي.
أظن هم بيحكوا عن اللغة النبطية والكتابات الخاصة فيها للناس المهتمة يعني. تصميم جميل جدا. هنا عند الجراب جرة أنبورة أزهرية، أزهرية والله حلوة هاي. بيحكوا عن التاريخ هيك بكون احنا خلصنا. في زي شو بصير هون بالشيء الأثرية، هيك احنا بنكون خلصنا المتحف الخارجي. تصميم ولا أروع، جدا رائع تصميمهم صراحة، نقف احتراما لهم. الآن يعني بلشنا فعليا نحس إنه أنا حاليا في دولة أجنبية عم تعتني في السياحة. الأردن قائمة بشكل كبير على السياح، كل السواح عم تيجي عم بتزور يا إما البحر الميت يا إما البتراء يا إما وادي رم أو العقبة المثلث الذهبي. فلا بد إنه بصراحة يصير في تنسيق أكبر زي ما هو موجود الآن في مدينة البتراء. الآن الأشخاص اللي بيحبوا يروحوا على البتراء معلومة، الطريق جدا سلس، بالأواخر شوي فيها شوية صعوبات، لكن بصراحة طريق مرتب ما في إضاءة، يفضل دائما أنك تطلعوا الصبح. للأشخاص اللي بيحبوا يمشوا بصراحة ألبس أواعي فضفاضة، لأنك تحت يمشي كثير، دائما خلي هيك ملابس معك مريحة وفضفاضة عشان تقدر تمشي، لأنه قد ما بتمشي قد ما بتشوف، قد ما بتمشي قد ما بتشوف. يعني مشكورين كل الأشخاص القائمين على هذا المتحف والقائمين أيضا على تنسيق مدينة البتراء. فوضية البتراء ما شاء الله شغالين بطريقة جميلة، الله يعطيهم العافية. هاي المدخل الرئيسي لمتحف البتراء، طلعوا المنظر، واجهة عصرية بصراحة، جميل جدا، يستحق انكم تزوروه. هاي الساحة الخارجية تاعته، منظر رائع، منظر جذاب جدا جدا جدا. كالعادة دائما ابدا بقول لكم يعني اشتركوا في القناة، كل اللي عليكم انكم تفوتوا بس تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى دائما ابدا نستمر معكم في الرحلات، نستمر معكم ايضا في اكتشاف المعالم السياحية. في نهاية الحلقة وكل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. معكم محمد قاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.